اولا السلام عليكم. حياكم الله. صراحه يعني يا جماعه اخيرا شباب ابتدينا الموسم وان شاء الله يكون سنه خير علينا جميعا. امين. شباب يعني احنا لازم كل مره هني نرحب بالجدد ونرحب بالقدامه ونرحب بهذه، فاليوم كلنا ما شفنا بعض فنرحب في روحنا. اليوم يطلع ويانا حياك الله اخوي مهند. زي شباب ما بنطول عليكم، واخونا ابو يوسف حياك الله اخوي يوسف. شباب ما بنطول عليكم، بنطلع راي الحين لعسكر، بنصلي هناك المغرب ان شاء الله، بعدين بنواصل الراج مالنا للساعة 8:30 بنيجي نتعشى في تسميم مدينة زايد على نفقة الجروب. وشكرا. صارت حبيتك العواطي ان شاء الله. صارت هلا هلا شوفوا من يا شوفوا كنز عندنا. شكرا لاخوي بزارة ومساكم الله بالخير جميع متابعينا على فيسبوك انستغرام واتساب، وكل عام وانتم بخير. اخوي بزارة على افتتاح الموسم الجديد لفريدم سكوتر جروب لجميع دراجين الخليج. اخوي بزارة اليوم انطلاقتنا بقيادة الروج كابتن محمد الدرزي ومساعد روج كابتن اخونا محمد الضاعن، وعندنا البوكرية وراء اياد الحربي وعمر المعماري. اخوي بسارة نشكر جميع مصورينا اللي تواجدوا اليوم، اخونا المخضرم صالح رمضان، وعندنا خليل عبد الله ويوسف المحميد، ونشكر جميع من حضر اليوم رايد الافتتاحية. ما شاء الله اليوم الحفل ما شاء الله زاهي وجود هالشباب الطيبة. نشكر اخواننا من المملكة العربية السعودية، شاركونا بعد اليوم في رايد الافتتاحية من اللي هو فريق الخليج، ونشكر اخواننا من بحرين سكوتر مملكة البحرين. كل الشكر والتقدير للفرق اللي شاركونا في هذه الافتتاحية. انطلقنا مع الرود كابتن من مدينة زايد بالتحديد، نقطة التجمع كانت هناك أبوي باتجاه عسكر، ومن ثم وقفنا لأداء صلاة المغرب وانطلقنا إن شاء الله باتجاه الزلاق. نشكر أخونا خالد ياقوت على حضوره اليوم مع الشباب. أخوي سارة كان صبح في فعالية اللي هي لأمراض سرطان الثدي السنوي اللي يقيم في مملكة البحرين، شاركوا فريدم سكوتر جروب اليوم. نشكر أخوي خالد جابون جميع الأعضاء اللي أحضروا هذه الفعالية، كانت فعالية
كبيرة ونقول حق خواتنا في كل العالم ما تشوفهم شر، تقبلوا تحيات وصورنا منتجنا صالح رمضان، تقبلوا مني أنا محدثكم الرسمي عبد الله يوسف برشيد من قلب الحدث البحرين. عسكر مع السلامة. مع السلامة أخوي عبد الله برشيد، يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. أشكرك وأشكر الأعضاء اللي حضروا والفرقة اللي جات من المملكة السعودية، وأشكر أعضاء فريق بحرين السكوتة اللي حضروا وشاركوني في الافتتاحية. ما قصروا وياك. ونشكر الإدارة على الجهود الجبار اللي قاموا فيها خلال الفترة حق هذا الرايد الجميل. نعم. شكرا مره ثانيه اخوي عبد الله برشيد. شكر خاص للاداره فريدم. نعم شكرا لك مره ثانيه اخوي عبد الله برشيد. حياك الله اخوي. الفريق الحلو وشباب كالعاده نقول لكم تابعونا الاسبوع الجاي يوم الجمعه رايد رايدنا الرسمي، حياكم تفضلوا ويانا. انا بصوركم بساره مع تحيات اخوكم عبد الله برشيد ورئيس الفريق قاد ياقوت. مع السلامه. مع السلامه اخوي بساره.